فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. رفقة ويونغ جونغ الكوري الجنوبي في وسط الدفاع، غابي مع سالم الهاجري ونامتاي في وسط الميدان، أكرم عفيف سيكون في الرواق الأيسر، حسن الهيدوس على الجهة اليمنى، وبغداد بنجاح رأس الحربة في الخط الأمامي، مسجل 11 هدفا على تحيل لحد الآن في مشواره مع نادي السد القطري الذي سيلعب على يسار الشاشة بلباسه الأبيض. حكم المباراة الأسترالي جيمس كريستوفر على الصورة الذي سيعطي بعد لحظات إشارة انطلاقة هذه المباراة في جو بارد نسبيا. نعم الحرارة في الدوحة وفي قطر، ولكن عملية التبريد الحاصلة فوق أرضية في المدرجات وعلى أرضية الميدان تشير إلى 20 درجة مئوية، طبعا برودة نسبية. المباراة تلعب على الساعة 7:15 بتوقيت مكة المكرمة وبتوقيت قطر في حضور جماهيري يريد أن يستمتع بهذه المباراة التي سيواجه فيها المتأهل نادي النصر العالمي المتأهل البارحة، الكرة السعودية الممثلة ب الثلاث نوادي في الدور الربع النهائي مع النصر ثم الاتحاد في انتظار الفائز من مباراة الهلال والأهلي التي ستنطلق بعد حوالي أكثر من ساعة من الآن. ضربة رمنا مباشرة في اتجاه حسن الهيدوس وكورتوغا، المدرب تشافير مونديز بأنها تتعلق بالفورمة. عن طريق حسن الهيدوس التوزيعة بعيدة تماما يا حسن، راحت خرجت الكرة فاتو أكرم عفيف وراحت مباشرة ضربة مرمى. أكرم عفيف مسجل هدف السبق في مباراة الذهاب في حين رد على الكرة لصالح نادي تحيل، عرضية بعيدة للمعز والتغطية دفاعية خطيرة. المعز با 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 رائعة. يا سلام على أحمد ياسر بروعة توزيع وبروعة مراقبة هذه الكرة من المعز علي. أي انطلاقة من حسن الهيدوس، هيدا منه المراوغة من حسن والتغطية دفاع سعد الشيب، هيدا من علي والدفاع يتدخل ويخرجها بالرداد والكرة لم تصلها وراحت مباشرة للتماس نسبتي للكرة السعودية. كرة في الخلف توغل عن طريق اللاعب إدميلسون يسدد والدفاع خطير. إدميلسون خطير، يوسف المساكني وخطير المعز العلي ثلاث أكرم عفيف عبد الكريم حسن نتوزي على الأرضية رائعا. الكرة تنفذ في القائمة الثانية والدفاع التحيل بيدرو ميغيل العرضية الممتازة ولكن الكرة استلمها إدميلسون با رائعة ولمساكني ومرة ثانية على مرتين سعد الشيب ينقذ السد من هنالك لإدميلسون يراوغ إدميلسون وفي خطأ. نعم يقول حكم الكرة البينية إدميلسون مرة ثانية يدخل إدميلسون فات الكرة من أمام بغداد. ماذا تفعل يا أحمد؟ الكرة من هنالك رجعت للحارس كلود أمين، بحث عن بغداد بنجاح، التغطية الدفاعية من هنالك من أحمد ياسر. سالم الهاجري في الكرة الماضية، هاي الإعادة الرائعة جدا من سعد الشيب على بغداد مازال يلعب خطيرة تسديدة السالم الهاجر او ناي هايتين تلعب من هنالك محاولة المرور مدافعين المعز دخل مازال المعز علي والتغطية دي اكرم عفيف في وسط في حاجة لمساندة اكرم عفيف اكرم عفيف حاول يقطع الطريق على بسام الراوي الحكم الاسترالي يقول له لا ليس هناك خطأ ولا ضربة جزاء اكرم التغطية الدفاعية من هنالك من احمد خطأ يقول حكم المباراة هي من أحمد ياسر وصلت مباشرة ليوسف المساكني محاولة المرور ويستفيد بيمناه يبحث عن المعز علي ويوسف المساكني ولكن الكرة راح عناصر نادي التحيل التسديدة من علي عفيف التحيل يلعبها بسرعة مع لويس مارتين الحكم يقول يعاد بغداد بنجاح من هنالك من أكرم عفيف يبدو بغداد بدنيا ليس هو بغداد الموسم الماضي ولا بغداد الكان شيء طبيعي لأنه بغداد با 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 رائعة بغداد لأكرم عفيف وجول في منتهى الروعة اللعبة الثلاثية ورائع بغداد لأنه لم يكن أناني. يا سلام عليك يا بغداد، من أين شاهدت ولا حتى أكرم عفيف وهو يلحق بك لتمرر له هكذا تمريرة لم يكن في وضع التسلل. بغداد بيسرى حطها لأكرم وأكرم حطها في الجول والسد فتت أحمد الدحيل يضيع والسد يسرى عنده الكرة الآن عبد الكريم محاصر بلاعبين اثنين حاول يمر والحكم يقول تماس للدحيل وليس لك
يا عبد الكريم يا حسن. لا 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 يا عصمي. وانطلق على عبد الكريم حسن، الكرة خطيرة، با 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 بغداد. عبد الكريم حسن والقائم يسد كرة بغداد، وإلا كاد يكون الهدف الثاني. رائعة تمريرة من نامطاي، وانطلق من هنالك من بغداد بنجاح الذي يستفيد من الركنية. أكرم عفيفي نفذ الركنية، دفاع بصعوبة دوية، وانطلق من الهيدوس، والكرة تروح تماس وفي خطأ. يا 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 يا، والبطاقة الصفراء من دون تردد للويس مارتين. اي 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 لا يا غبي، لا يا غبي، كل هذه الحركات والتحركات من اكرم عفيه. هيلا الدفاع، يراوغ بغداد، مازال الكره الارضيه، وهيلا هيلا خطيره كره هذه لصالح النمطي. مرة ثانية لأكرم عفيف، كرة خطيرة، أكرم لبغداد، ولا بيدرو ميغيل يفوت أو سألك لصالح أكرم عفيف، مرفوعة من أكرم، عنده الكرة يلعبها فلان، كرة خطيرة، كرة خطيرة، ولا لا يا نمطي، كرة كرة خطيرة، نامو في خطأ، وضرب جزاء، لا يقول خطأ، يقول خطأ حكم المباراة ارتكبه عاصم مدبو، ويتلقى البطاقة. السد يستعد عبد الكريم حسن وبغداد، عبد الكريم حسن، با 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 جول صاروخ أرض جو، هذا السم قاتل يا عبد الكريم، لا كلود أمين ولا أشرى من كلود أمين. أكرم كرة خطيرة، أكرم بابا برايعة، دفاع قال الدحيل، رجع بعد ذلك نادي السد في لويس مارتين، خلى الكرة لأكرم لعلي عفيف، والأكرم مازال أولولا يستفيد من خطأ بعد تدخل أحمد ياسر في هذه الكرة. الركنية تنفذ بعيدة في القائمة الثانية من هنالك بالرأس، ما زالت الخطوة يفل المعز، والتغطية الدفاعية على مرتين تخرج هذه سنة الهيدوس. علي عفيف مر، علي عفيف دخل، كرة خطيرة، مارتين يبحث عن ادميرسون، من هنالك تغطية دفاعية من عبد الكريم حسن الذي خطيرة بغداد، لا لا وضع التسلل، حكم المساعد رفع الراية، بغداد كان في وضع التسلل في الثواني الأخيرة من عمر الوقت الرسمي للشق. يمر علي عفيف، هيلا رائع، ما زال يوسف عنده الكرة، يوسف خطيرة، با 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 رائعة، يوسف المساكني في مساحة صغيرة استلمها ودار وراوغ. هذا الشيء بفضل يرمي كرة بعيدة تماما في اتجاه بغداد، ست مستحيلة مع دخول ميمي، الكرة في القائمة الثانية منه، والثالث أقرب، والرابع كذلك، والخامس، وإدميلسون مر في خطأ، يقول حكم المباراة إدميلسون استعمال مرفق يده اليسرى في تقدير حكم إدميلسون، خطيرة التصيد أبو دياف، أولالا كرة صعبة وخطيرة، الآن رمت علي عفيف، إدميلسون يبعث المباراة ويسجل جول في القائمة الثانية. إدميلسون يعيد الأمل، تصوروا معي بأن تحيل يكفي هدف التعديل لكي يتأهل للدور الربع النهائي بعد ما كان تايع وضايع. من هنالك علي عفيف في القائمة الثانية، الكرة توصل لإدميلسون وجول، لو لمسها المهند تروح لإسماعيل محمد، الحكم خلى اللاعب إسماعيل مازال يلعبها في العمق على الجهة اليمنى، توزيع، با 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 رائع، نادي تحيل، كريم لسلي المعز علي، كرة خطيرة، والحكم خلى اللاعب إسماعيل، ويدخل إسماعيل، إسماعيل محمد، كرة خطيرة، والدفاع المباراة لويس مارتين وسعد الشيب، الحكم يصفر له خطأ بعد هذا الارتقاء من أمام المهند. تسترجع في الخلف من كريم بودياف لكلود أمين، كرة بعيدة وسهلة،
حتى الشوط الأول تسديدة ولكن بعيدة من غابي لبغداد، بغداد 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 وبغداد وبابا بابا صراع من أمام عبد الكريم حسن، إدميلسون وعبد الكريم حسن وخط عفيفة وبابا بابا تضرب العارضة.